مسا مفعم بالحب والأمل والفرح، مسا سوريا المستقبل يلي كلياتنا متمسكين فيها لحتى ترجع أحلى من أول. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من دامسكو عبر شاشة العالم سوريا. يسعد أوقاتكم وما كنتوا عم تتابعونا، ومن دامسكو بدنا نتمنى لكم أيام كلها سعادة وكلها محبة وكلها فرح. اليوم حلقتنا فيها مضامين مهمة وعديدة، خلونا نتعرف عليها من خلال هالفوتو مونتاج. زخارف من الخطوط الأصيلة، كيف نفكر خارج الصندوق، كواليس أحد برامج قناة العالم سوريا. دائماً لما بنسمع الموسيقى بنسترجع ذكريات الماضي ومنحن كتير لقصص مرقت معنا، أو أحياناً نتخيل كمان شغلات إنه نحن بأماكن معينة مع أشخاص معينة. يعني بالنهاية بتشكل عنا فيلم صغير بيقطع قدام عيوننا لما بنسمع نغمات الموسيقى يلي بتأثر فينا. طبعاً كمان كل حدا عنده موسيقى بتأثر فيه دوناً عن غيره. صحيح فرح، يعني الواحد بيستمتع كتير لما بيسمع نوع من أنواع الموسيقى، وايضا حلو انه الواحد يستمتع بهذا الجمال، واصلا هالاشخاص اللي عزفوا هي الموسيقى او اللي قدموا اي نوع من انواع الفنون بحسوا باهميه الشيء يلي هن عملوه. وهلا رح نسمع معكم مقطوعه تريبيك من روسيا على اوتار الفرقه الوطنيه السيمفونيه. نترككم مع دقائق للرواق. يعني مثل ما سمعنا هاي المقطوعة مليئة بالفرح، وفعلا هالموسيقى راقصة، هذا الشيء جلي وواضح بسبب الإيقاعات المرحة يلي خلقتها بالجو. طبعا فرح، ونحن على مدى حلقات دامسكو عم نقدم لكم معزوفات للفرقة الوطنية السورية، وعم نستمتع فيها أكيد بكل حلقة. وأنا بوافق فرح حول هاي المقطوعة، بحبها كثير هاي المقطوعة، خصوصي إنه هي لها شهرة عالمية كمان. أكيد بما أنه عم نحكي عن الفن، هلأ رح ننتقل لفن غريب ومميز، هو عبارة عن مزيج بين الخط والزغرفة والمنمنمات المدموجة بين دمشق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. تماماً فرح، ولذلك نحكي أكثر عن هذا الفن ونعرف تفاصيله. رح يكون معنا اليوم الفنانة التشكيلية ريم قبطان الأسطى، من رحب فيها من إلا أهلا وسهلا فيكي معنا بدامسكو. أهلا وسهلا فيكم، شكراً لكم. كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير تمام. من فترة كان عندك مشاركة بمعرض بالمستشارية الثقافية الإيرانية، طبعا كاميرا دامسكو كانت حاضرة وصورت أعمالك. خلينا نشوف الريبورتاج لنتعرف المشاهدين على أعمالك ونرجع لنكمل حديثنا معك. استقبلت المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسوريا معرض الفنانة التشكيلية ريم قبطان الأسطى تحت عنوان ميناتور دمشق، يلي احتضن فن الخط والزخرفة والمنمنمات. الفن هو لغة الروح، وأعتقدها على أنه لا تتكلم كلمة أو لغة بعينها، فأرواح الفنانين تلتقي والصور تختلف. إذا كان هناك نمط صوري خاص بإيران قد ألهم هذا الفنان السوري لكي من خلاله أن يبدع هذه النقوش والرسوم التي أظهرتها السيدة الفنانة، أعتقد على أنه هو استخدام للغة الفن ولغة الروح الواحدة لكل أبناء البشر. بعد دراستها للفنون التشكيلية، بدأت الفنانة ريم بالاطلاع على أعمال الفنانين المعاصرين الإيرانيين، ولفتتها الدقة والحرفية العالية بابتكار اللوحات. هناك دراسة جادة فعلاً للخط القاعدي، للخط العربي القاعدي، يعني هناك إتقان للقواعد بشكل كتير جيد وجميل، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى أيضا هناك محاولة للخروج عن هذه القواعد وفي نفس الوقت الانطلاق بحرية نحو خصوصية لهذه الفنانة. بعام 2017 حصلت الفنانة ريم على فرصة لرؤية الفن الإسلامي بمدينة أصفهان الإيرانية، فرجعت لسوريا بلوحاتها اللي دمجت فيها الحس الدمشقي السوري مع فن المنمنمات والخط العربي والزخرفة. فن الميناتور كما يعني هو معروف بأنه فن الأسطورة، وفن الأسطورة حينما نحن ننظر إلى المدارس التي قامت في إيران بدأنا نرى أن هذه المدرسة تطورت على يد مجموعة كبيرة من الفنانين، فناني الميناتور أو فناني المنمنمة. تخلل المعرض ندوة بعنوان واقع الفن التشكيلي الإيراني بعين الفنان السوري، قدم الدكتور إحسان العر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين والفنان الناقد التشكيلي أكسام طلاع. من خلال هذه الندوة تم تسليط الضوء على بعض الأسماء في الفن التشكيلي الإيراني وبعض المنجزات الفنية التي شاهدناها بأم العين في إيران أو من خلال مطالعاتنا لهذا الفن الإيراني. إذن مثل ما شفنا من خلال هالريبورتاج اللي أعدته زميلتنا مجدولين للمعرض بالمستشارية الثقافية الإيرانية للفنانة التشكيلية ريم قبطان الأسطى يلي مرحب فيها من جديد ومنقول لها أهلا وسهلا فيك من جديد، ومباشرة رح نبلش حديثنا معك. يا ريت تحكي لنا عن حضرتك أكثر لحتى المشاهدين يعرفوك أكثر، وتحكي لنا عن بداياتك بهذا الفن الراقي. نعم، أول شيء اسمي ريم قبطان مثل ما تفضلت. أنا دارسة أساساً معهد هندسي قسم الرسم والتمثيل الهندسي، بعدين درست 4 سنين فنون تشكيلية بمعاهد وزارة الثقافة، ومن ثم كمان 4 سنوات فن الخط والزخرفة كمان بوزارة الثقافة وبالمعهد التقني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق. حلو حلو كتير. طيب الشق الثاني من سؤالي هو كيف كانت بداياتك مع هذا الفن؟ هلأ الحقيقة بداياتي أنا كنت بالرسم، يعني بمادة بالتصوير يعني الرسم. الحقيقة لفت نظري، يعني إذا بدي أحكي بدايات الخط، أنه لفت نظري الحرف وحبيت نزله على اللوحات التشكيلية. يعني من هون بلشت بالدراسة وبالمعاهد مثل ما ذكرنا. هلأ الحقيقة لقيت أنه هو علم يعني بحد ذاته ومختلف تماماً عن الفن التشكيلي، فبلشت يعني فوت بتفاصيل الحروف وبلشت بدراسة الخط والزخرفة. حلو كتير. تمام. يعني اخترتي الأصعب فينا نقول هلأ مثلاً الخط والزخرفة وحتى المنمنمات. أكيد. هي من الفنون الصعبة. صحيح. وبحاجة لدقة وتركيز. أكيد. خبرينا شو الصعوبات اللي واجهتيها وكيف كانت يعني التدرجات عندك، كيف بديتي وكيف صرتي وكيف طورتي حالك أيضاً؟ هلأ الصعوبات ما منقول صعوبات، لأنه دائما التدريب والمواظبة يعني على العمل بالنهاية إلا ما تعطي يعني نتيجة. يعني نتيجة نعم. يعني بس أنه كثفت جهودي وحاولت يعني اطلاع كمان، يعني ما بس توقفي بمكان اللي الشيء اللي شايفتي، الواحد بيطلع وخارجيا كمان وعلى الأعمال الخارجية وهيك، وبتحاولي بقى تطوري تجربة خاصة. شو سبب اختيارك للمنمنمات؟ حلو كتير هالسؤال. هلأ الحقيقة أنا كتير يعني أثناء هالدراسات حبيت كتير فن الزخرفة، ولكن باعتبار أنا أساساً فنانة يعني برسم، فحبيت كتير المزيج اللي هو بين الزخرفة التقليدية كوحدة مكررة مع العناصر الحيوية اللي مثلاً ممكن تدخيل كائنات بشرية، ممكن طيور، ورد، يعني في عناصر حيوية. هالشي حسيته بيعطي لمسة وجدانية على العمل بتميزه عن الفنون التشكيلية الباقية. يعني كمان شغلة انه هالمزج هاد بيحاكي ثقافات وحضارات، يعني هو ماله ابدا مزيج عشوائي. صحيح. وبتعرفي اذا بدك تطلعي على حضارة اي شعب دائما بنطلع على فنونه. اكيد طبعا. فهي انعكاس لثقافة وحضارة الشعوب يعني. فكتير حبيت هالمجال. حلو كتير. طيب مثل ما شفنا قبل شوي يعني المعرض كان كتير مهم، وكان في شخصيات يعني أيضا مهمة منها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالشام، وأيضا كتير شخصيات أخرى، فياريت تحكي لنا عن تحضيراتك لهذا المعرض، قديش استغرقت وكيف كانت، وهل يا ترى كانت بالنسبة لك محرجة أو مربكة أو إلى آخره؟
هلا يعني لي تقريبا بالعمل الجاد حوالي 2.5 سنين تقريبا بعمل التحضيرات للمعرض. هو شقين يعني فينا نقول، قسم خطي بحت يعني بيغلب عليه التكوين الخطي، وزخارف يعني داعمة للخطوط المتعددة اللي استخدمتها بحيث ما نطغى لا الخط على الزخرفة ولا الزخرفة على الخط، يعني يكون نسيج بصري حلو متناظر. الشق الثاني هو اللي استخدمنا فيه فن المنمنمات مثل ما حكينا، ممكن دعمنا بجمل. هلا انا كوني اخذت حبيت انه اعمل ماده دمشقيه يعني تكون خاصه فينا، لانه الفنان بتعرفوا بالنهايه ابن بلده يعني أكيد. فاخذت هالفن الراقي الحلو حاولت اعكسه بس على بيئتي الدمشقيه. استعملت بعض اشعار للراحل نزار قباني ابن مدينه دمشق طبعا يعني ما بعرف، حاولت هيك اقدم فكره جديده. من هون بدي اسالك، حضرتك زرتي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، خبرينا كيف كانت زيارتك وشو الانعكاس اللي كان على مسيرتك المهنيه وايضا مسيرتك الحياتيه. تمام. هلا انا زرت سنه 2017 طلعت على اصفهان. الحقيقة كانت الزيارة هي كان مؤتمر طبي، أنا زوجي طبيب جراح كمان، فكان مؤتمر طبي. مع ذلك رحنا أماكن سياحية. هلأ الشيء اللافت للنظر كان، لأنه كتير سحرني الحقيقة، الخط نص تعليق الخطوط الفارسية مكتوبة وين ما بتطلعي، يعني بتشوفي مزين الشوارع والأماكن بالخطوط وبالزخارف، ويعني كان الحقيقة كتير شيء روحاني حلو. استعنتي بالمنمنمات؟ هنا مشهورين بالمنمنمات. ايه طبعاً أكيد بهالرسومات. فهل كان يعني لزيارتك فائدة بخصوص هذا المجال؟ هلأ صراحة تعرفت على خطاطين ومزخرفين وقابلتهم وشفت طريقة شغلهم بمكاتبهم، يعني جبت كمان أدوات مثل قصب إيراني مثل ورق أبرو، يعني شغلات معينة لها علاقة بهالمجالات يعني ما لم توفر غير بالجمهورية الإسلامية. تمام. يعني أنت استفدتي من زيارتك للجمهورية الإسلامية بأنه استعنتي بالمواد الخامية اللي ممكن تخدمك بصناعة المنمنمات. غير هيك يعني الحمد لله أنه صح لي فرصة أني أشوف الفن الإسلامي من منابعه، يعني لأنه هو المنابع هنيك بالنسبة للفنون الإسلامية. صحيح. طيب بدي أسألك هلأ أستاذ ريم، بالنسبة لكل فنان، كل شخص بيقدم فن راقي ممكن يكون له رسالة ويكون له هدف معنوي من خلال هذا الشيء اللي بيقدمه، فأنت شو هدفك المعنوي ورسالتك من خلال الفن اللي بتقدمه؟ هلأ رسالتي أكيد محبة وسلام، وحاولت ورجي أنه رغم يعني الأشياء اللي مرت على بلدنا بتضل دمشق حلوة ومزخرفة ومزينة وملونة، وأنه إن شاء الله يعني أنه الناس تشوف شيء حلو، يعني مو دائما من نجسد الدمار والدم والحرب كمان بحق له المواطن أنه يشوف شيء يفرح قلبه كمان. طيب مواضيع الرسمات تبعك اللي كنتي عرضتيها بتتضمن هذا الشيء كانت؟ إيه أكيد، أنا تناولت البيئة الدمشقية، الحارات الشعبية، الناس اللي بالحارات بملابسهم، أخذت جوانب من البيت الدمشقي، البحرة، النافذة الدمشقية، الحمام الأبيض اللي خاص بمدينة دمشق، حتى رسمت بأحد اللوحات التكية السليمانية، يعني حاولت أخذ كمان مناطق أثرية لها علاقة يعني مميزة بدمشق. نتشكر حضورك معنا لليوم، وعن جد الفن اللي أنت قدمتي شيء ممتع ومغني للعين وجميل، يعني فيه كمية من الجمال رائعة، ومثل ما قلتي دائما بيعكس حضارة البلد. نتشكرك كتير الفنانة التشكيلية ريم قبطان الأسطوري. صحيح، وأنا بدي أتشكرك كمان وبتمنى لك كل التوفيق بحياتك المهنية والاجتماعية. شكراً. شكراً كتير لكم. شكراً. إبراهيم، لما بنمشي بشوارع الشام منشوف على شبابيك معلق قصائص من الزريعة والورد والخضار، يعني طبعا ما بيخلى أي بيت دمشقي من زريعة واحدة على الأقل. طبعا أكيد، وهذا الشيء اللي بيميز شوارع الشام. طبعا لحتى نبدل القصائص القديمة بقصائص جديدة، هالشيء رح نتعلمه من خلال فقرة الهاند ميد اللي خصصناها لهذا النوع من الفن. منتابع سوا.
طبعا مثل ما شفنا ابراهيم القصائد كانوا كثير حلوين وسهلين العمل. أيه. بس الشغله بدها مراء اكيد. بدها مراء وسهلين بالنسبه لك فرح، بالنسبه يمكن لبعض المشاهدين، بس بالنسبه لي كان الامر معقد وصعب، بس ممكن الواحد بفراغه اوقات فراغه يحاول انه يشتغل هذا الشيء، لانه بالنهايه طلعت النتيجه كثير حلوه. اما هلا ابراهيم ومشاهدينا انضمت معنا صبا للاستديو وجايبة معها أخبار منوعة، خلونا فوراً نروح لعندها ونسألها شو أخبارك وكيفك؟ أشكر الله، مشتاقت لك كتير. أخباري اليوم منوعة يعني من العالم، فيها شغلات بصراحة هيك كتير أنا حبيتها وتفاجأت فيها. ألو. فحنبدأ فوراً بأنه نحكي عن أول خبر. تمام. هو معلومة، خلينا نسميها معلومة طبية، عن الاختبار الثلاثي أو التريبل تيست يلي بيجروح الحوامل، خاصة إذا كانت الحامل بوضع خاص، يعني هي ممكن يكون مثلا عندها مرض معين من الأمراض المزمنة، ممكن تكون حتى لما حبلت يعني مثلا متجاوزة 30 أو 35 إذا بدنا نكون دقيقين، يعني ممكن يكون في خطورة على الجنين. فهون بيساووا الاختبار الثلاثي اللي هو عينة الدم من الحامل، بيعايروا فيها ثلاث مكونات اللي هن الـ HCG أو خليني أقوله يعني بالاسم المتعارف عليه هرمون الحمل. إضافة للإستريول والألفا فيتوبروتين. طبعا هاي الهرمونات أساسا هي بترتفع بالثلث الثاني من الحمل، لهيك بيتم إجراء هالاختبار بهذا التوقيت تحديدا لحتى نحن نقدر نعرف مجموعة من الاضطرابات الوراثية يلي في احتمال أنه هو الجنين يكون بيعاني منها. هالاختبارات هي متلازمة المحبة، متلازمة داون يلي سببها زيادة كروموزوم أو صبغي ضمن المادة الوراثية للجنين وهو رقم 21، متلازمة إدوارد يلي كمان بيزيد فيها كروموزوم أو صبغي هو طبعا بيكون بهي الحالة رقم 18، إضافة لاضطرابات الأنبوب العصبي يعني الاضطرابات العصبية عند الجنين. حساسية الاختبار 70% أنه يقدر يلاحظ أي ارتفاع أو انخفاض بهالقيم، ونسبة أنه يكون في إيجابية كاذبة يعني الجنين ما عنده المشكلة ولكن تبين من الفحص أنه هي موجودة هي نسبة 5%. هذا الاختبار مهم جدا برأيي. صحيح ممكن يكون صادم لبعض الأمهات، يعني إذا لا سمح الله كان الجنين عم يعاني من هاي الشغلات أو الأمراض اللي قلتي عنها، بس ممكن أنه تهيئ الأم والعائلة نفسيا لحتى يعرفوا يتعاملوا أكيد. مع الجنين طبعا شيء أكيد، وبالنهاية يعني هو الطب ما بيقول انه في شيء بالمطلق، يعني نحن وقت ما نساوي اختبار واحد فاكيد في مجموعه من الاشياء المكمله مثل مثلا السائل الامينوسي، كثير من الاختبارات الثانيه اللي بتاكد هالاضطراب لانه مثل ما قلت لكم في نسبه ممكنه للخطا. اما بالنسبه للخبر الثاني فرح تروح هلا لحقل المناخ وتحديدا لجبال القلب باوروبا يلي من الواضح انه كتله الجليديه عم بتدوب، يعني صار هلأ في انخفاض بنسبة هالكتل الجليدية بأوروبا وبشكل واضح. نعم. طبعا أنا ما بدي أذكركم حرائق الأمازون بعدها ببالنا، يعني هالمشكلة الكبيرة اللي عانت منها هالمنطقة، إضافة لأنه شهر آب لهي السنة يعني سجل ارتفاع درجة فاصلة 2 مئوية عن العصر ما قبل الصناعي، يعني أو خلينا نقول تماما ما قبل العصر الصناعي. فأنتوا تخيلوا معناتها أنه في ارتفاع بدرجة حرارة الكرة الأرضية واضح وملحوظ، طبعا انبعاث غازات الدفيئة نحن بنعرف هذا الاضطراب يعني خاصة غاز CO2، هاي المشكلة اللي عم تزيد درجة حرارة الكرة الأرضية بشكل عام. يعني أنه يذوب الجليد هذا الشيء هو نتيجة حتمية، إضافة لارتفاع مستوى سطح البحر، يعني كل هاي القصص عم بتخلي جبال القلب خاصة بسويسرا تسجل بشكل واضح مثل ما لاحظوا بجامعة زوريخ وعلى لسان المختص والباحث في الكتل الجليدية ماتياس هوس أنه عم ينخفض نسبة الجليد فيها. يعني بالنسبة لجبال القلب ما فينا ننكر يعني ولا نحكي عن جماليتها وجماليه الروح لها، مثل ما بنعرف نحن في ذوبان ثلوج بالقطبين، يعني كمان هلا مع تزايد التلوث اللي عم بيصير وتوسع ثقب الاوزون عم بيزيد كمان منسوب المياه بالبحار نتيجه، فامر كثير خطير، يعني الله يستر ما تكون نهايتنا غرق يعني بالكره الارضيه. هو هون بصير واجب الانسان انه يتدارك لما هو بيكون بيعرف السبب والاسباب ذكرناها، فاكيد المفروض انه ننتبه له. وهلأ بدي أحكي لكم عن شيء ثالث، هلأ بدنا ننتقل بقى لموضوع الاجتماعي النفسي، موضوع التربية وتربية المراهقين، وطبعاً يلي بيعانوا منها الأهالي بشكل كتير كبير أنه هنن كيف بدهم يتعاملوا مع أشخاص لا هن عادوا أطفال ولا حتى هنن بالغين وناضجين، يعني بدنا ننتبه لأشخاص هنن فعلاً بالوضع المحير.
بتكون اصلا شخصيتهم يعني ما خلينا نقول ما اخذت الوضع الثابت، يعني ما استقروا على شخصيه متبلوره حقيقيه، فهن اساسا عم يعانوا من تخبط. فنحن كيف بدنا نكون حتى اصدقاء ولا اهالي ولا اخوه، كيف لازم نتعامل معهم؟ هل هي الدراسه بتركز على الاهل تحديدا؟ لكن انا بشوف انه فيها من الشموليه التعامل معهم بطريقه فيها تسلط، يعني النبره المتسلطه لما الام او الاب بخانق الطفل او المراهق خلينا نقول، يعني خاصه انه هو بيكون مستفز، فما بالكم انه لسه كمان يعني ياكل توبيخ، فهذا الشيء بيخليه يستفز اكثر وبيؤدي الى نتائج سلبيه، خاصه ان الدراسه اخذت حوالي اكثر من 1000 مراهق اعمارهم بين 14 و15 سنه بجامعه كارديف ببريطانيا. والقائمة على هي الدراسة اللي هي نيتا فاينشتاين صنفت 3 أشياء، أنه النبرة المتسلطة بتعمل رد فعل عدواني وبتأدي للجدل مع المراهق، بينما النبرة المحايدة أيضا رد فعل محايد، يعني هو المراهق لا حيتشجع ولا بنفس الوقت حيستفز، يعني حيكون بارد، بينما نصحت وأثنت على النبرة التشجيعية اللي بتعطي أفضل النتائج بالتعامل مع المراهق، مع أنها راعت شوي وضع الأهل أنه هن لما بيكونوا تحت الستريس والتعب والضغط العمل وخلافه، يعني ممكن كتير أنه هن يعني يعانوا مع أطفالهم أو مع المراهقين بهالمجال، ممكن يعني يتخلقوا عليهم، لكن هي نصحت بالنبرة التشجيعية. شو رأيك فرح؟ يعني أنا برأيي هدول الوسائل تبع التربية كتير صعبين، وما في شيء بينطبق على نمط معين أو أشخاص معينة، دائما الشخص هو اللي بيفرض النمط اللي هو لازم يتعامل فيه، يعني حسب يعني ما يحب. هلا هو في قواعد عامة بس بالنهاية كل شيء يعني إله، كل شخص له نفسيته الخاصة. تمام صح، ممكن هيك صحيح. وبالنهاية دائما التعامل اللطيف بيعطي أنا برأيي النتيجة الحلوة، يعني بشكل عام مع أي عمر، خاصة أحيانا لك بيدللوا، ولما بيدللوا خلاص بيميعوا شوي يعني بس بدها حزم يعني. تماما تمام. هي مثل ما قلنا شغلة كتير معقدة ونسبية. وهلأ الخبر يلي أنا أكثر خبر صراحة حبيته، أنا دائما بعطي رأيي الشخصي وبنطر منكم كمان رأي، وبنتمنى يلي عم بيشوفونا يكونوا حاسين معنا بأنه في أخبار ملفتة مثل قصة اليابان ولغز النظافة في اليابان. شو هو السبب يلي بيخلي الناس ينبهروا لما يروحوا على اليابان ويشوفوا هالبلد نظيف ما في كناسين بشوارعه ولا في قمامة حتى؟ السر بيبدأ من المدرسة، لأنه باليابان الأطفال بعد ما ينهوا 7 حصص دراسية مدة الوحدة منهم 50 دقيقة ما بيغادروا فوراً على البيت، بينتروا الأستاذ ليخبرهم شو حيكون في عندهم برنامج حصص لبكرة، وبنفس الوقت بياخدوا الأوردر يلي هو بيخص أي صف لازم ينظفوا لليوم. يعني مثلاً هي الشعبة الثانية ممكن هي تضطر أنها تروح تنظف الصف السادس، ما بالضرورة حتى يعني نفس القاعة الدرسية، ومن هون بتبدأ القصة. يعني الأطفال بيتعلموا أنه ينظفوا مدرستهم، حتى لما بيدخلوا الصبح بيبدلوا أحذيتهم بأحذية رياضية خاصة بالمدرسة، وبيوضعوا أحذيتهم الخاصة ضمن يعني خزاين أو دروج مخصصة لإلها. هلا هذا الشيء بصير يتطور مع الطفل لينتقل لمحبته لحيه، لنظافة الحي، وحتى للوطن بشكل عام. وهذا الشيء اللي بيخلي الأشخاص لما بيجوا على أي هدف لبيت ياباني للتصليح، فكمان هذا العامل يعني بيترك حذائه برا وبيدخل، لأنه البيت بيكون مفروش بالسجاد. وهون انتشرت ثقافتهم للعالم، وخاصة على أرض المونديال، يعني بمونديال 2014 و2018 فرح المشجعين اليابانيين ما كانوا يغادروا فورا من المدرجات، يخلصوا تشجيع ينظفوا المدرجات ومن بعدها هن يغادروا. مزبوط، هذا الشيء شفناه بمباراة منتخب سوريا واليابان الأخيرة، شفنا الجمهور الياباني كيف عم ينظف المدرجات. وموضوع المدرسة يعني يا جماعة ذكرني بشيء كتير مهم، نحن دائما من هون من منبر العالم سوريا يعني من ناشد المسؤولين والحكومة طبعا وكل مين مسؤول عن هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع النظافة بالمدارس، يعني بتذكر لما كنا نحن بالمدرسة، عم بحكي عني أنا، فكان الأستاذ أو مدير المدرسة يخصص يوم، كل يوم يخصص 3 أشخاص أو 3 تلاميذ وطلاب أنه ينظفوا الصف بالفرصة اللي مدتها ربع ساعة، ينظفوا الصف كل يوم حدا. هذا الشيء من سنوات طويلة، يعني من 10 أو 15 سنة. فهلأ عم شوف عم بسأل أنه يا ترى طبعا هل ما زالت العادة موجودة؟ للأسف هي العادة ما أنا موجودة، ونحن بنناشد كل حدا عم يشوفنا هلأ من وزارة التربية أو من مديرية التربية أنه ترجع العادة هي، لأنه فعلا يعني نظافة ما في أحلى منها من الإيمان. يعني هي النظافة لما بتصير ثقافة
كأنها عم تدرس، كأنها منهج دراسي، يعني أكيد بينعكس هذا الشيء حتى على الوطن كله. ومثل ما قالت الفيفا، تمنت بتغريدة على كل الفرق إن هي تحافظ على النظافة كمان بغرف تبديل الملابس مثل ما التزم الفريق الياباني. وهي كانت أخبارنا لليوم، نتمنى إن هي تكون لاقت صدى حلو عندكم. أكيد 100%. شكرا كثير إلك سباق، يعني أخبارك كانت كثير حلوة وأخلاقية، يعني نحن كلياتنا لازم نتعلم منها. طبعا شكرا كثير لإلك سباق. أما هلأ صار وقت التحدي. هي ما أنا مباراة فوتبول أو لعبة زهر، إنما هو تحدي على طريقة مجدولين. أكيد مثل ما عودتنا مجدولين دائما تستقبل ضيفة وبتتحداها بطبخة جديدة وبتحدي الـ4000. بس لليوم ضيفتها مميزة، ضيفة دانيا الموصلية اللي إلى مشروع الخاص واسمته مطبخ دانيا. خلونا نشوف شوي عن مشروعها ونعرف إذا كسبت التحدي أو لا. سلام، نحن هلا موجودين بسوق الشيخ سعد، ومثل ما عودناكم بفقرة خبز وملح في عنا تحدي 4000 ليرة. بهال 4000 طبخة، 4000 بهال 4000 شو ممكن نعمل طبخة من طبخات المطبخ السوري؟ ونحن هلا موجودين بسوق الشيخ سعد، ولكن رح نختار المؤسسة الاستهلاكية لحتى نجيب أغراضنا. ست البيت جاهزة معنا، والمؤسسة ناطرتنا لحتى تستقبلنا ونشوف شو الأسعار عندها وشو مكونات طبختنا لليوم. لهيك نحن وانت هلا رايحين بشكل مباشر، ويلا هاي 4000 ليرة صاروا بيدنا. هلا فايتين على المؤسسة ناطرتنا ست البيت لحتى نجيب الأغراض نحن وياها ونشوف قديش أسعارهم، قديش رح تقدر تكونهم بهال 4000، ونشوف إذا رح ينقص مصاري ولا ممكن يزيد مصاري. شرفوا معنا. هلا نحن صرنا بالمؤسسة الاستهلاكية والمدام دانيا صارت موجودة معنا. طبعا في مشروع عم تقوده المدام دانيا رح نحكي عنه ضمن خبز وملح لليوم، بس قبل خليني اسلمك ال 4000 ليرة وخليني اسألك شو طبختنا لليوم. هلا طبختنا لليوم هي منزلة باذنجان، هي عبارة عن باذنجان ولحمة وبصلة، ما بدنا اي مكونات ثانية، ما بدنا شيء ثاني. بتعملوا حدا رز ولا سلطة؟ حدا رز او سلطة. هلا بينقال في منزلة باسود ومنزلة باحمر، شو الفرق بين الاثنين؟ منزلة الاسود والاحمر، الاسود بس هي باذنجان ولحمة وبصل، اما الاحمر بيدخلوا للرب البندورة. البندورة ورب البندورة. والبندورة. لا لا بلا بندورة. لا هي كثير اكلة قديمة وشامية وبتجنن وطيبة كثير يعني. حلو كثير. معناتها اول شيء نحن هلا بدنا نجيب الباذنجان. اوكي. ومرع عمو، وبدنا نجيب البصل وبدنا نجيب الرز. خلينا نبلش تنقي، تفضل رح تنقي سوا. احلى شيء اللعب بالاكياس. هلا هيك معنا تمام. شو معايير الباذنجان؟ كبيره صغيره؟ لا اهم شيء تكون صغيره ومو كثير طبعا، يعني هذا المقاس تقريبا. بيقولوا في باذنجان بيكون مبزر. تمام. لا هذا بلدي هلا وقته ما بحب يكون مبزر اكيد، وتكون عم تلمع من برا. هلا رح ناخذ البصل، نوعين من الفلافل، فلافل رقيقه وفلافل سميكه، فما بنعرف اي الاضبط لهي الاكله. هلا الاطيب هي ولا الرقيقه؟ هي اطيب. بصل بدي اطلعوا كم كيلو؟ كيلو ونص. اوكي 4 كيلو. ومعنا واحد رز 1500 ودي 2450. حروح نجيب اللحمة وبعدين فورا على المطبخ. تفضلوا معنا. شكرا شكرا. رز هلا بدنا الرز حنحطه هون. هلا حنروح لنشوف قديش اوزانهم وشو اسعارهم. تفضلوا معنا. زاد معنا 450 ولسه 2000. 2450. حروح نجيب اللحمة. تفضلوا. نص كيلو لحمة هلا مكتوب بحسب اللائحة إنه كيلو النعمة العجل 4000. تمام. كيلو الغنم النعمة وينه؟ وينه؟ الغنم 4700. أوكي. نحن شو اللي بدنا إياه؟ نجيب العجل. حنجيب العجل. لازم ضريب. نص كيلو لحمة عجل من المؤسسة السورية للتجارة ب 2000 ليرة. هلا صار فينا نروح نجيب عنين الزيت. نحن ضميرنا كثير مرتاح وكسبت التحدي. تمام. على البيت. جينا من السوق مع المدام دانيا على بيتها لحتى نشوف بعد ما اخذت الغراض، غراض المنزلة الباذنجان الاسود اللي قالت لازم يكون حجمه صغير وعم يلمع. طبعا انا حاولت التزم بالتعليمات قدر الامكان، وهلا المدام دانيا صرنا معاها وبمطبخها وكسبت معنا التحدي وزاد معاها 450 ليرة كمان. طبعا مثل ما بنقول دائما في ادوات موجوده بالبيت مثل الملح، مثل الزيت للقلي، مثل ما بعرف شو كمان هلا بنكتشف. فهلا موجودين نحن والمدام دانيا
بدنا نحكي كمان مصرة ما تتركني الباذنجان. طيب كمان رح نحكي عن مشروع مطبخ المدام دانيال اللي بيقدم أطيب المأكولات الشرقية مطبوخة بطريقة ستات البيوت، يعني أكلة مبللة. فبدي إلا أهلا وسهلا فيكي. أهلا. أنا عم رحب فيك ببيتك، قديش ظريفة أنا. يا بيت أهلا على البيت بيتك. أهلا وسهلا. يا حلوة قلبي. طبعا البيت بيتك طبعا. تسلمي لي يا رب. طبخاتي اللي بتقدميها اليوم كيف كمياتها؟ إمتى ما دقينا ممكن نلاقي الطلب يلي بدنا إياه؟ الطلب دائما بيكون قبل بيوم، إذا كان طلبية صغيرة، طلبية كبيرة بدها تكون قبل بيومين، لأنه أنا ضد إنه أعمل شيء وخزنه بالفريزرات ولا بالثلاجات أو هيك. خلص الفريش يكون تازة. كله تازة وفريش أطيب وأصح. فبتتم الطلبيات قبل بيوم إنه نحن بدنا الطبخة كذا، الساعة كذا، نحن بقى نبلش أنا والصبايا نبلش نشتغل. حلو كتير. طب خبرينا كيف فينا نتواصل معك؟ إن كان تليفون أو إنستغرام أو فيسبوك. طبعاً عندي صفحة على إنستغرام، عندي صفحة على فيسبوك مطبخ دانيا على العربي. مطبخ دانيا بالعربي. كمان بتم التواصل عن طريق الواتساب، هو رقم الأساسي 093-622-3178. استني لأحفظ أنا 093-622-3178. تمام، هذا أكثر شيء بتم التواصل عليه. بوصوا على الواتساب ومتهدى على الطلبية شوي شوي، بنعرف شو بدهم. أحياناً بيحكوا عن الملح ما بدهم يا زايد، أحياناً ما بدهم فلفل، لا أحياناً بدهم دبل فلفل ملح كتير. بتهدى بقى كل حدا شو ذوقه. خليني بس اخبر المشاهدين على شغله، انه في شغله كثير ظريفه لما فتنا لعند المدام دانيا ضيفتنا اياها، وهي شراب التوت. فالموضوع لا يقتصر فقط على الطعام وانما كمان الشراب، فكلوا واشربوا. في لاحظتي عندك عم تعملي شغلات لها علاقه بالمشروبات. تمام يعني كل شيء له علاقه بالمونه البيتيه القديمه نحن عم نعمله. اليوم انت كسبتي التحدي وهلا نحن حنطبق الطبخه. هذا هلا حنروح سوا لحتى نبلش. يلا هلا نحن حننزل البصلات. تمام. اوكي. هلا احمي الزيت، حننزل البصلات. هلا بس يدبل البصل بنحط فوقيه اللحمه. اوكي. تمام. قررت قرار غير قابل للطعم. اشتغل معهم بالمطبخ. نحن هون عم نقلي الباذنجان. اوكي. ثلاث ارباع القلية تقريبا مشان نحشي باللحمة وبالبصل. طبعا نحن هلا زاد عنا كمية من الباذنجان، فبدك تخبريني. اي تماما، فبدك تخبريني نحن شو في عنا اكلات كمان ممكن نعملها بالباذنجان. الباذنجان كثير بنعمل منه اكلات. هلا ممكن هدول نقليهم وندقهم نعملهم متبل بجنن. حلو. ممكن يلانجي. يلانجي أكيد أكيد. يلانجي فظيعة يعني. في عنا كمان أكلة اسمها الكباب الحلبي اللي هي اللحمة والبندورة وطبقة باذنجان كمان بتطلع منه. بتجي طبقات بالصينية. طبقات إيه بالصينية مع الكفتة كتير كمان ظريف وطيب. ممتاز. ففينا نعرف هلأ أنه نحن ب4000 ممكن نجيب مكونات أكلة ويزيد عنا من هالمكونات شيء نعمله بوقت لاحق. وباكلهم. وبوصل للمرحلة اللي أنا بحبها. بناكلهم. أوكي. هلا الباذنجانات نقلوا، عملنا اللحمه مع البصل. المدام دانيا حشت الباذنجانات. هلا رح تعلق على نصبه الرز، كاسه رز بس مو اكثر من هيك. كاسه رز حتعملها مع الاكل. تمام. وانا رح كفي الباذنجانات. يلا انا رح كفي الباذنجانات لبين ما انت اوكي تعملي الرز. هلا حشيتهم، خلصت المهمة. هلا بنحط لهم مي، بنحطهم على الغاز 10 دقائق بيكونوا خالصين او اقل. اوكي، قديش يعني مي لازم نحط لهم؟ مثلا عبيها الصحن؟ غمرهم. غمرهم بشكل كامل. طب رح اعبي صحن؟ لا ما بنغمر يعني مو بشكل كامل، انه تقريبا نصه على حيزه. اي تمام. يلا اوكي. هلا الأكلة صارت جاهزة دانيا، صارت جاهزة عندك صينية؟ تمام. يا عيني يا عيني. الروايح، الطعمة، الألوان، التقاني، الرتابة، هذا المشهور فيه المطبخ السوري ومطبخ دانيا بالذات. شكرا كثير يا دانيا. عفوا. تجربتك هي كانت الثانية معنا، كيف لقيتيها؟ بتجنن كمان، كثير انبسطت فيكم
وعن جد انت حدا كثير ناجح وبتجنن وان شاء الله يوفقك يا رب. خلي لي اياكي. لنذكر انه نحن هي الطبخه جبنا مكوناتها وزاد معنا مصاري منها كمان زاد 450 ليره تمام تماماً. أقل من 4000. وزاد عنا مكونات يعني زاد عنا لسه بصل ولحمة وزاد عنا باذنجان وزاد عنا رز كمان تمام. فهو الرز كان هيك تشكيلة لأنه ممكن الناس بتحب تأكل حد الرز في ناس بتحبها لحالها. هاي كان طبختنا لليوم. شكراً كثير إليك. عفواً حبيبتي. شكراً داليا كثير وشكراً لكم كمان متابعينا وإن شاء الله منلاقيكم بوجبات جديدة مع ستات بيوت جداد حد جديد ومن هو اللي وقت أتبقوا بكل الصحة والخير. باي باي. يعني بالفعل هالأكلة هي المنزلة كتير طيبة وأنا بحبها وخصوصي إنه المكون الأساسي تبعها هو اللحمة. فعلاً والمكون الأساسي كمان أيضاً هو الباذنجان اللي أكيد له العديد من العناصر الغذائية المفيدة وأهم شيء كمان فينا ناكل قدام رز يعني. أي أهم شيء الرز يعني أساسي بالنسبة لي أنا وفرح. هاي الشغلة متفق فيها فرح أنا وياكي. وطبعاً بدنا نشكر مجدولين كمان يلي دائماً بتفكر خارج الصندوق. وقدمت لنا هي الفقرة خبز وملح هي فقرة طبخ بالنهاية قدمت لنا إياها بطريقة مختلفة ومميزة ممكن ما نشوفها كتير بباقي البرامج. فعلا إبراهيم يعني مثل ما قلت هالتحدي اللي هي حطته لضيوفها تحدي 4000 ليرة سوري فعلا هو تفكير وشكل من أشكال التفكير خارج الصندوق ولحتى نفهم نحن والمشاهدين عن التفكير خارج الصندوق عن أبعاده على الفرد ذاته وعلى المجتمع من حوله. رح نستقبل الدكتورة فاتن النظام مدربة التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتورة فاتن معنا ببرنامج دامسكو لليوم. وبالبداية يا ريت تعطينا فكرة عن التفكير خارج الصندوق. حقيقة هذا مفهوم جديد يعني كلمة تفكير خارج الصندوق يعني أنه مثلا كلياتنا بنفكر بنفس السوية بنفس طريقة التفكير فما تنقول نحن تفكير خارج الصندوق هي عبارة أنه أنا بدي أعطي تفكير إبداعي لحل المشكلة بطريقة أي مشكلة أنا بتواجهني أنا كيف بدي حلها بطريقة يمكن نقول إبداعية بطريقة مختلفة اللي هي بتخليني أنه دائما أنه أنا مثلا لاقي طرائق جديدة طرائق مختلفة لا تتعبني لا تخليني أنا أتعب لحل هاي المشكلة. تفكير خارج الصندوق هو بمعنى أنه أنا صارت عندي مشكلة معينة دائما نحن في عنا خصوصية بالمشكلة أنه دائما نحن بنحط حالنا داخل المشكلة وبدنا نحلها لهي المشكلة. هو التفكير خارج الصندوق أنه هو أنه أنت كيف بصير تفكيرك أنه أنت تكون طرف بهي المشكلة وليس أنت الجوهر نعم. الأساسي بالمشكلة. نعم. هل هي مهارة مكتسبة أم تجي مع الفطرة؟ لا هل هي حياتنا لا مهارة مكتسبة يعني نحن بنقول مشان ما نظلم أنه هي انه هي بعد مع الفطره هي حياتنا نحن بنخلق كلياتنا اول ما بنخلق ما في شيء اسمه نحن خلقنا داخل صندوق معين نعم. تمام ولكن في شيء عنا نحن امور كثير بتخليهم يمكن يتنافسوا كلياتهم ليخلونا نفكر داخل صندوق, داخل الصندوق. يمكن كان تفكير العائله يمكن اللي هي الاسره بحد ذاتها يمكن عادات وتقاليد معينه يمكن حتى اذا شوي زدنا اسلوب التعلم اسلوب انك شو ما بتكتسبي المعلومه فنحن لا خلينا نقول انه التفكير هو شيء مكتسب انه انت بمعنى انه دائما ما تكون عندك هي نقول محدوديه التفكير دائما احنا الفرق بين الفاشل والناجح هو اسلوب تفكيره هو اسلوب حله لمشاكله فانت هون ما تنقول انه هو شيء مكتسب معناته في شيء لان احنا في عنا مفهوم الفشل والنجاح تمام فنحن كلياتنا عنا قدرات وكلياتنا عنا امكانيات ولكن القصه الاساسيه هو اسلوب تفكيرك وانت كيف تتجاوزي لتحلي اللي هي بنقول عليه مفتاح النجاح الحقيقي. تمام ممكن نقول كمان هو التفكير بطريقة إبداعية ومميزة عن الآخرين. صحيح. طيب دكتورة فاتن نحن حبينا ننزل على شارع ونسأل الشارع السوري عن التفكير خارج الصندوق وشو بيعرف عنه رح نتابع نحن وياكم والمشاهدين أيضا شو كانت أجوبة الناس من خلال هالاستطلاع. تعرف شو يعني التفكير خارج الصندوق؟ أنه يصير ملياردير من أصحاب المليارات ما بعرف لا والله خارج الصندوق بالنسبة للأمانة يعني ما سمعاني فيه من قبل لا التفكير خارج الصندوق يعني يطلع الواحد يتحرر شوي من كثير مواضيع يعني خاصة يطلع لبرا شوي لعند العالم والله ما بعرف شيء أنه تفكير بس أنه خارج المنطق مو منطقي أو هلا أنا بفكر إيه خارج الصندوق يعني هلا مثلا العالم تلبس أسود أنا بلبس أبيض عرفت مثلا الموضة هي السنة درجة بالقلب يعني باللبس أكثر شيء باللبس أنا مخي مثلا درجة هالسنة بني أنا ما بلبس بني بلبس أحمر
والله ما لي فكرة عنه يعني. أول شيء بقول لك إنه مثلاً شلون بدك تطور أنت العمل، فأنت لك أفكار معينة بس تحسن تطور فيها العمل، أوقيت بتنجح أوقيت بتفشل. يعني خارج إطار الواحد حياته، خارج إطار مجتمعه، هو بيعرف يعني شو حدوده. ما سمعنا عنه أبداً، ما بعرف شيء عن مصطلح الصندوق. حالياً ما حالياً ما بعرف شيء، هلا حالياً ما بعرف كلا. صندوق من أي نوع يعني؟ شلون يعني؟ هلا هو إنه يسأله سؤال والواحد يجاوب جواب غير متوقع، فهذا بسموه خارج الصندوق. أول مرة بسمع فيه. يعني مثل ما شفنا جميع الآراء كانت إنه هن ما بيعرفوا شو يعني مفهوم التفكير خارج الصندوق. يعني مثل ما قلتي دكتورة هو شيء جديد، ونحن ما كنا يعني ما عندنا الفكرة الكافية عنه، لأن احنا حقيقة دائما بنشتغل بنطاق ضيق، بنطاق محدود جدا، بنطاق حتى هو لك التفكير اللي خارج الصندوق بيعطيني قدرة كتير كبيرة على التكيف، على المرونة، أنا كيف اتعامل مع الأشخاص. فهي هلا نحن في عنا مشكلة حقيقة عم نواجهها، هو ما في شيء اسمه تقبل الآخر. طب هذا شو معناته تقبل الآخر؟ أنا معناته أنا ما عم بقدر أفكر خارج الصندوق، أنا عم بحدد حالي بصندوق معين، بمفاهيم معينة، بقصص معينة، فأنصر داخل الصندوق. وحتى بنقول مثلا ما بيقدر هو يفكر من هون لهون، فهو عنده كتير قريب القصة. كرمال هيك أنا إحنا ما نشتغل كأنا كمدربة بالتنمية البشرية وبهذا المجال، فأنا حبيت جيب لكم هو تمرين صغير بسيط. هو بيوضح شو يعني تفكير خارج الصندوق، كونه الكل معرفه. فإذا بتريدي فيها أحرج الشغلة ولا لا؟ لا لا عادي عادي. واحدة إليك وواحدة لإله. من بعد إذنكم بدي منكم إنه تطوي هي الورقة 9 وجوه، كل وجه مواجه بعضه بهي الطريقة 9 مرات. واحد تمام، 2 بوجه بعض، متعمل لي هلأ مروحة وقصص. 3 9 مرات؟ 9 مرات. والله شكلها مستحيلة. 4 يا شاطرة. 5 6 ما زبطت معي. لا ما بصير، زبطت مع عالم 20 مرة. 7 بس. 6 7 ويا دوب عم تفكر. حاولي مرة ثانية، بس انا اللي عندي القصه انا بدي اياهم الاثنين بوجه بعض. ايه هن الاثنين بوجه يعني بعض. لا بدك تشوفي شلون بدك تساويهم. هي 1 2 كل جزء بقابل الجزء الثاني نفس القياس. تماما نفس القياس. تمام نفس القياس. شو رايك اعمل لها هيك؟ لا هيك لا هيك هيك عم غير عم زقمت ما ضبطت. طيب شو 1 2 3 هيك. لا 4 غلط. غلط. 4 2 بوش بعض. 4 5 6 7 والله ليكي 7 9 7 أنا 7 هي سبعة. هي حياتان. هي هي أنا ليش جبت ورق جرايد؟ ورق جرايد هو حكي تمام، هي كأنه مشكلة عندي إياها. فأنا ما عم أقول لك أنا شو عم وجه، عم أقول لكم إن أنت بدكم تطوها 9 مرات. هذا هو التفكير يلي بنقول عليه داخل الصندوق. أنا وجهت قلت لكم بدي إياهم 9 بهي الطريقة. بعد أنا استخدم تفكير خارج الصندوق، بمعنى أنا قلت 9 طب أوكي هي 1 تمام، هي 2 هي 3 هي 4 هي 5 تمام، بدي بفتحها هي قالت لي 9 تمام. نعم 6 7 8 9 50 5000 بهي الطريقه. فهي الفكره الاساسيه نحن كيف التوجيه. يعني احنا دائما بكل مشاكلنا انه انا بحل المشكله بالطريقه اللي انا شايفها، وكل مره بوقع بنفس القصه، يمكن اكتئاب بعد هي المشكله، يمكن اسلوب تفكيري غلط، يمكن نظرتي للموضوع غلط. فبهذا السياق فانت هم تنقول نحن حل خارج النطاق مثل ما بقول الصندوق، فانت بقول لك انه انت شخص ناجح. هاي هي التفكير الابداعي. يعني هي شغله بسيطه جدا، بس هو بيعطيهم هذا مفهوم شو يعني تفكير خارج الصندوق. يعني جد ما خطرت لي ابدا ولا خطرت لك يعني. صحيح. يعني جد صار لازم يمكن نحن نبدا من عنا انه نفكر خارج الصندوق. طب شو المقومات والسمات اللي لازم تكون بالشخص لحتى يفكر بطريقه مختلفه ويفكر خارج الصندوق؟ اول شيء نحن في عنا مفهوم هو القراءة.
نحن حقيقة ما حدا بيقرأ. نعم. هي مشكلتنا إنه نحن ما حدا بيقرأ. دائما ما تكون عندك مخزون ثقافي أكثر، كل ما بيكون عندك رؤية أكثر، كل ما بيكون عندك أساليب تفكير أكثر. وجهات نظر متعددة. وجهات نظر متعددة. يعني أنا ما مثلاً بس باخد وجهة نظر إبراهيم، لا باخد واحد واثنين وثلاثة. هاي القوة. اثنين بنشتغل على بناء دائما العادات الإيجابية. نحن مشكلتنا كل عاداتنا سلبية، بمعنى أنا مثلاً متوافقة معك فأنا بستسلم إلك لأي رأي بدك إياه، فهي كمان مشكلة. أنا دائماً لازم أشتغل على العادات الإيجابية يلي أنا بدي أطلع على أكثر من زاوية. فنحن ما تنقول حل مشكلة، دائماً مشكلتنا أنه مثلاً أحياناً في ناس بتقول لك يلا ما عليه مشكلة وبتعدي، بس هي ما بتعدي، أنت بتخليها تفوت على العقل الباطن وتعمل لك قصة يمكن بأي لحظة تانية تنهاري لموضوع معين صغير. اما مثلا انت ما تتحدد المشكله انا بالضبط شو اللي عم بتضايق منه، مثلا شيء مهني شيء عاطفي الى اخره. بالاضافه في شيء اسمه عندي الاستيعاب. نحن مشكلتنا كلتنا بنحب شو نحكي، بس الاستيعاب عنا يا قليل. تمام. فاي كمان عنا ياها مشكله بنفس الوقت كله مشكله مشكله مشكله. كمان عندي تقبل ما هو جديد، نحن طيب. لازم يكون عندنا اكثر مرونه كل شيء جديد. طيب دكتوره فاتن، سؤالنا الاخير لحضرتك، بدي تخبريني شو هي الفوائد يلي ممكن ترجع على الفرد وعلى المجتمع من خلال التفكير خارج الصندوق؟ اول شيء تفكيرنا بصير ابداعي. اثنين بصير انت شيء متجدد. يعني احنا كل هلا نحن كل عم نشتغل عليه انه انت يكون لك بصمه خاصه فيك بهالمجتمع وبهالحياة. نعم. ما انت يكون عندك تفكيرك ابداعي، ما تكون انت عندك تفكير خارج الصندوق، حتعطيني افكار جديده، حتعطيني يمكن حتى اسلوب جديد، مفاهيم جديده. انا بقول اوه شو هاد، كثير حلو، كثير شيء ملفت، صح؟ يعني احنا كل شيء جديد بنحبه، فكيف اذا كان فيه هو بطريقه مبتكره جديده يمكن نحن باللوك يمكن بالاسلوب بالتصرفات حتى بهذا المواضيع كمان لازم نشتغل عليها، انه كل فتره وفتره نعمل كمان تفكير خارج الصندوق. اكيد هذا الشيء بيخلي شخص مميز وايضا مختلف على درج النجاح دائما. 100% بنقول احد مفتاح الحقيقي للنجاح. تماما. شكرا كثير لك دكتوره على المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله نقدر نلتزم بالاساسيات والخطوات اللي حضرتك ذكرتيها لحتى نقدر نفكر فعلا خارج الصندوق. طبعاً ونكون طبعاً. اشخاص مميزين وعلى طريق النجاح. اكيد نتشكر جزيل الشكر دكتوره فاتن، واهلا وسهلا فيكي، كنت معنا اليوم وحكينا عن التفكير خارج الصندوق. تحياتي لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكي. وهلأ كل حدا بيحب الرياضة يجهز حاله، ما رح نشوف مباراة كرة قدم يعني على الهواء مباشرة، ولكن رح نتعرف على برنامج من أحد كواليس أو من أحد برامج قناة العالم سوريا. رح نشوف الكواليس اللي دائما بتحبوا تشوفوها. أكيد إبراهيم، وبرنامجنا لليوم اللي حنرجيكم كواليسه هو برنامج بار سوري، طبعا بعني بالرياضة المحلية والعالمية. خلونا نشوف سوا ونتابع الكواليس برنامج بار سوري. مساء الخير لكل متابعي تلفزيون العالم سوريا، حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي بار سوري. حلقتنا بلشت، أهلا وسهلا فيكم. منبلش حلقتنا بفقرة أخبارنا وأخبار الدوري الدوري. هل جمهور شمالية وجنوبية ولا ما قلت؟ بس شوف، بس أنا نافيده. شوف تسمع الطلع بيع اللاعب. لك ما ضحكني امانه. بامان الله كونوا بخير، نلتقي الاسبوع الجاي. يعني الإعلام الرياضي دائما بيخلق جو من الحماس بين الناس وبينقلونا الأجواء لحظة بلحظة، بالإضافة لأهم الأحداث الرياضية والتحليلات وأبعادها على أرض الواقع. تماما. وأحلى شيء بالإعلام الرياضي هو أنه يعني فيه الصحفي يأخذ راحته ويحكي بطريقة بعيدة عن الموضوعية، مثل أنه يقول أنا ريالي أو برشلوني مثلا. تماما. أما هلأ أنا لكم موضوعية وقلكم مشاهدينا أنه انتهت حلقتنا لليوم للأسف، على أمل اللقاء المتجدد. نتمنى لكم كل الصحة والنجاح وأيضا أوقات مليئة بالحماس. أكيد موعدنا أكيد متجدد، ولا تنسوا تتابعونا كمان على السوشيال ميديا بفقراتنا ومواضيعنا اللي رح تنزل بشكل مباشر على مواقعنا على السوشيال ميديا. وهلأ بدنا نتمنى لكم أيام حلوة وتضلوا بألف خير. إلى اللقاء.